لكم إلى نشرة أحوال الطقس المرتقبة ليوم الغد. إذا الأجواء تبقى مستقرة على أغلب المناطق الشمالية من الوطن خلال الصباح. مغشاة جزئيا بالنسبة لوسط الصحراء، على شمال الصحراء ملبدة تماما على مدن الواحات ومدن الصورس. اضطرابات جوية تشهدها المناطق الشمالية من الوطن خاصة الوسطى وكذا الشرقية. خلال الظهيرة نفس الوضعية الجوية بالنسبة للمدن الشمالية، أمطار رعدية بالنسبة للمناطق الغربية خاصة المدن الداخلية حتى بها المدن الشمالية الوسطى والشرقية. أجواء ملبدة تماما مع احتمال سقوط أمطار من حين لآخر على مناطق الواحات وأقصى الجنوب الغربي من البلاد. درجة الحرارة المسجلة خلال صباحة هذا الجمعة أيضا تصل إلى 15 درجة بعنبات طرف على القالة، 12 بقسنطينة صيف برج بوريتش بسة ميلا، 18 درجة بشمال الصحراء على غردايه، 16 بعين صالح، 18 على أدرار و14 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. خلال المساء درجات الحرارة القصوى المسجلة اليوم الغد تصل إلى 17 درجة على الجلفة، 20 بقسنطينة لصطيف على تبسة سوق هراس، 25 درجة بالسواحل الشرقية، 22 درجة بالجزائر العاصمة، 25 درجة بوهران، سجل 27 درجة على مرتفعات الهكار والتاصلي، 32 بعين صالح، سجل 32 درجة إلى 34 درجة بأقصى جنوب الجزائر على كل من برج بيت مختار وعين قسام. بالنسبة لحالة البحر، البحر سيكون عموما مضطرب على طول الشريط الساحلي، الرياح راح تكون خربية وسرعتها تتراوح ما بين 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة على السواحل الشرقية، في حين تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى وكذا الغربية. إذا المعلومات الفلكية ووقت شروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها لهذا الجمعة 9 من شهر ديسمبر 2022. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.